السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة محاكي الشاحنات وقصة جديدة أكيد تماما كما عودناكم أن لا نعودكم دائما، لا داعي للتعريف يعني دائما أنا أساسا صيتي سابق الدنيا وخير من سائق سيارة باللعبة وبالمحاكي الشاحنات. وهلا خلينا نبلش. أول شيء تذكر السيارة، حاطط جنبي بيكاتشو ومظبط الأمور، أموري ذهب تمام. إيش بدنا نعمل اليوم؟ سؤال جميل يستاهل انه لازم اول شيء مشغل السيارة. هلا اول شيء انا لازم اوطي شوي صوت الكمبيوتر، ليش؟ لانه اذا وطيت صوت الكمبيوتر شوي مشان اعرف احكي، لانه اذا ضليت الصوت عالي ما راح اعرف احكي. جلس 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 تمام. اول شيء راح اروح ادور اخذ حمل ونروح فيه الى وين؟ الى مكان فيه كراج افيكو، ليش؟ لانه الافيكو انا شو طلعت هيك؟ والله العظيم انا شو فيرنر. المهم انا ابو شاد يو ار ناو ليفل، طلعت ليفل ما شاء الله. المهم لازم اروح ادور ناخذ حمل هيك شوي بعيد مشان بلكي نصل على كراج تبع الافيكو. تمام، يعني نروح على مكان لسه ما راح يلقوه المره، عرفت شلون؟ لانه بالافيكو محل ما موجود الافيكو موجود في باص، رح ناخذه نسوي فيه تجربة يومين ثلاثة تمام. فلذلك لازم نجرب هذا الاشي، هاي اول اشي. ثاني اشي نحكي لكم قصة تماما مثل ما تعودناكم دائما، لانه مرة الماضية او الفيديو الماضي اللي نزلت فيه اللي حكيت فيه عن التكويد والبرمجة والنصائح يبدو ايش فيه؟ يو ار نيو ليفل 103000 10309 ايش فيه؟ عبارة نطلع عادي. يلا خلينا ناخذ جوب بالاول شغل. تيك جوب معلم، تيك جوب. عجبتني التريلا انا. روح ناخذها. تمام، الفيديو الماضي ما شاء الله جاب ديسلايك كثير. ما حدا عجبه الموضوع انه نحكي هيك شغلات عن التعليم وما تعليم وعن البرمجه اساسا، يعني انتوا صرتكم صغار على الموضوع هذا. لا بأس، اتس اوكي نو بروبلم. فلذلك اليوم بدنا نحكي غير شيء. اتوقع هيك تمام. تمام. قبل ما نتيسر على الدرب وين نطلع؟ طلع من هون صح. نرجع هيك لورا نظبط باكتنا مشان نعرف نحكي موضوع موضوع. ونرجع نوطي الصوت كمان شوي مشان مركز بالحديث انا يكوني معكم. لا يا شيخ بس ما يكون اقرب شيء، طول بلد. فكرت شيء. طب أول شيء خلينا نحكي فيه اللي هو عن القناة. تمام، طبعا قبل ما نحكي عن القناة كمان، انت لي ما عمل لي متابعة على الانستغرام أو الفيسبوك، روح عمل لي متابعة في شغلة أخبار جديدة كتير رح أحكي عنها إن شاء الله قريبا. فلازم تكون تابعني أنت على الانستغرام حتى تعرف شو هي التطورات، ما ممكن أحكيها أنا هون، فرح احكيها بالانستغرام. ممكن يعني خلال الفيديوهات تستكشفوها، بس رح تلاقوها نيك محكيه بشكل مفصل. تمام، هاي اولا. هلا اهم شيء رح نحكي عنه اليوم اللي هو القناه. اللي انا نزلت فيديو امبارحه اللي شافه طبعا محاكي المزرعه، قلت لكم شو رايكم انه نعمل هاي القناه لانه عم تجيب مشاهدات جدا عاليه على محاكي المزرعه والشاحنات. محاكي المزرعه بتجيب مشاهدات عاليه جدا فيها ما شاء الله. فلذلك انا شو عم بقول نعمل قناه جديده، والقناه الجديده اللي نعملها بتكون مخصصة للألعاب تانية أو لشيء تاني أنا رح أعمل. تمام، وهي القناة اللي أنتم شايفينها سيلفستر رح أتركها على ما هي عليه للشاحنات ولمحاكي المزرعة. طبعا هو رح أتركها لمحاكي المزرعة، جماعة محاكي المزرعة ما عندنا أي مشكلة، تذكرنا كل يوم نزلنا فيديو محاكي المزرعة ما عندنا أي مشكلة، بالعكس نحن مبسوطين جدا. بس ولكن أنا بدي أسألكم أنتم جماعة الشاحنات، هل أنتم موافقين بهذا الرأي؟ او هل انتم من جمهور تبع محاكي المزرعه كمان بتريدوا انزلكم عن محاكي الشاحنات بس، او تريدوا خطره الفكره هاي اليوم ببالي انه نعملها هاي القناه خاصه للالعاب، تختيم الالعاب. يعني في العاب بيجي اوقات كثير طويله، مثل مثلا لعبه شو اسمه هي اسيسنت كريد اوديسي او اسيسنت كريد هلا بالهالا اللي نزلت، فعم بفكر نجيب اللعبه ونختمها سوا. فعم بقول اذا بدي اجيبها واختمها سوا بدها وقت طويل، واذا ننزلكم فيديو 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 بدنا 6 شهور ما نخلص، وكل فيديو يجي طويل. عم بقول نعملها بث مباشر
ونزلكم معك الشاحنات ونزلكم اياها، والقناه الثانيه راح اعملها بنزل الشغلات اللي بديها الموجز المختصره، يعني شغلات 10 دقائق ربع ساعه هيك شيء خفيف نضيف للمتابعين للشباب كلهم، يعني نتناقش بنحكي على المواضيع او شو هو الشيء راح نحكي عنه. هلا راح احكي كمان لكم عنه تمام، فانتم تشاركونا افكاركم وتحكونا ايش بدنا نعمل تمام. فهذا حبيت ادرج معكم واسالكم هذا السؤال. الشغله الثانيه عن قناه ثانيه راح اعملها، يعني انا بقول هلا جربت ان الالعاب شوي موضوعهم يعني يا اما موضوع شوي مختلف، عم بفكر انه القناه نعملها المستقبل، نعمل القناه الجديده راح اجيبها اللي راح اسويها شو راح يكون المحتوى تبعها، شو انتم شفتوني انا حكيت تقريبا في اغلب المواضيع تقريبا، يعني شفتوني انا جربت كل شيء، وانا فعلا صراحه انا هاي القناه عاملها للتجريب، انا في عندي قناه ثانيه من الاساس ومن قديم، المهم عرفت شلون، بس هذيك القناة ما كنت اطالع وجهي فيها ولا يعني ما بحكي فيها بشكل مباشر، كنت انشا عليها غير شغلات بس مشان اكبر عدد المشتركين تمام. فالمهم انا صارت عدد محترم، فعم بفكر ايش بدي انشر فيها، يعني هو لا انا راح بعرف راح تنأذى راح ينزل عدد المشتركين راح يصير في مشاكل، بس يعني اتس اوكي نو بروبلم، يعني هي القناة راح تكون للالعاب، يعني كنت عم بجرب عليها وتعرفت على وجهكم وتعرفت عليكم انتم خاص ناس اللي موجودين بهي القناة، لما اروح اقول لكم عن اسم القناة الجديدة واشارككم فيها راح تعرفوني وحكوني عارفينكم انتم من المتابعين القديمين او مثل محاربين الساموراي القديمين، يعني اللي لكم اهميه جدا كبيره تمام، خصوصا باتخاذ هيك قرارات في حياتي وبحياه يعني انه بالمستقبل، يعني انتم اللي بتقرروا، انا ما يعني هذا الشيء خصوصا يوتيوب انه مو شيء رايج عليه، انا عم بقدم شيء اذا انتم عجبكم بستمر، ما عجبكم بالغي عليه كنسل عليه مباشره، لانه بالنهايه اللي انتم راح تحددوه مو انا راح احدد، فلذلك انا بستشيركم وعم باخذ رايكم ومهتم للراي، انتم جوز تفكروا انه انا ما باخذ بالتعليقات او تفكروا مثل الناس الباقيه المشاهير ما بيردوا او ما بيشوفوا، حتى اذا انتم في بعض منكم انتبه انه مجرد ما يعلق انا فورا ارد عليه، واذا ما ردت عليه بعد ساعتين ثلاثه راح ارد عليه، واذا ما في شيء كلامي رد عليه اقل شيء يحط له قلب، عرفت شلون؟ فانا حابب انه يضل هالتفاعل مستمر وموجود تمام. ف بدي اعرف رايكم، انتوا شفتوني جربتوني خصوصا محاكي الشاحنات اكثر شيء صرت احكي فيه واخذ راحتي بالحديث، فلذلك بدي تعطوني انتوا تقولوا لي انه نحن اكثر شيء حبينا منك، مثلا تمنى محاكي الشاحنات دائما مثلا تنزل لنا فيديو وبتحكي لنا قصه، او بس مثلا بتجربنا شلون عم تسوق السياره تمام، بدي بس خيو نزل لنا بس محاكي المزرعه وبيكفي كمان ما في عنا مشكله، مثلا انتوا شفتوني باللون انه مثلا بالقسم انه انا انتقد مثل برنامج شعيب اللي عم بحكي عليه، انه عم بحكي عليه انتقاد جدا جميل، وفي قبل نزلت مراجعات العاب ورجعت نزلت هيك شغلات مش هتكلم لونه، يعني كل هاي التشكيل اللي كنت عم بنزلها انا كنت عم بجرب عرفت شلون، فانتوا الا شفتوا تقريبا الاغلبيه، واذا ما شفت روح شوف تفرج بالقناه فيها تشكيله واسعه ما شاء الله من كل شيء، وانا بعرف انه هذا الشيء غلط كثير ناس قالت لازم تتخصص في شيء معين، فلذلك انا اللي شيء راح ابلش فيه بالقناه الجديده راح تكون مخصصه في شيء واحد بس ولكن ما بدي اكوني متخبط بالمستقبل، بدي اخذ ارائكم وافكاركم منكم انتم حتى تشاركوني ايش راح نعمل بالمستقبل، يعني تريدوني انه يعني ثبت الصراع، يعني تريدون مثلا تقولوا خيو انت مثلا ضابط عليك هاللون هذا تمام، يعني انا حتى شوفوا ما بقدر اعطيكم امثله واعطيكم شيء لانه انا ما اعرف شو هو الشيء لازم انا اسويه مختلف عن هاي القناه، عرفتوا شلون؟ في شيء انا نجحت فيه بدي اركز فيه واضل ماشي فيه هذيك القناه خلاص ما عاد اغير فيه، واهم شيء انه يكون شيء حيوي ومتجدد، ولازم نطلع اليمين معلم بعد اذنك، طبعا انا هون رح اظبطكم يعني اللي عم شوف محاكي الشاحنات ومحاكي المزرعه حظبطكم ابو عم اشخرط الصواب، والله يا معلم شوف قانون السير ايش بيقول، يلي سيارته ضربته من قدام اكثر هو الحق عليه، فانت ضربتك من قدام اكثر مني فانت الحق عليك مو الحق علي، لان انا شغل غماز ولفف على اليمين هو لازم يقصر وما قصر، طبعا في مشكله ثانيه هلا انا وقت شغلت اللعبه ولازم فيها تنعمل اونلاين، فلما شغلت اللعبه كان في لها تحديث فحدثتها بعد ما حدثتها رحت على طول اونلاين بدي افوت عليه ما فات قال انه في تحديث مختلف لازم ترجع تحديث لورا، وبتعرفوا انتم دوخه الاونلاين يعني دوخه، يعني كل الالعاب بيقول لك لازم فورا من جد ما ينزل تحديث ترقد وراه، الا بمحاكي الشاحنات ينزل تحديث ما تنزله حتى
الاونلاين بيقول لك نزل نزل، ما قال لك نزل ما تنزل، يعني بكره راح ادخل بميميكا طويله عريضه. المهم تمام يا شباب، لهون احنا نكون اكتفينا، مو اكتفينا يعني انا هون عم بستشيركم وانتم تردوا لي بالاخبار، تمام؟ تنزلوا هلا بالتعليقات، رح تترككم لمده دقيقتين بين ما لفنا هالمحور الدوران كله، تنزلوا بالتعليقات، تنترنا هيك تعليق كويس سمين مثلك. ايش في وانا علم؟ بين ما نخلص هذا الحادث. شوف انا لفت يمين شمال غلط. لا غلط ولا شيء. او طلع شلون هذا قالب؟ مثل ما اللي قلبته انت. ايش بعد؟ شو معلم؟ انا معلم. بس ليش ما تضرب؟ شو انا شغل عالي كان؟ هو هذا هو. في برام. انا شغل برام هلا هلا بشغله. تعال عني، اتوقع اني وصلت. في استوى 20 كيلو انا وصلت لسه، في ربنا لسه في مشي شي نص ساعه. لا في هون شغلته. تمام يلا. وصلنا يا معلم. تمام، وهلا بعد ما اعطانا الاشارات وخلصنا كل اشي، وانتو اكيد كتبتوا تعليقكم تمام اكيد بيرفكت. هلا بدي اسألكم سؤال. هلا بدي انا انزل، في شفت شخص اسمه جاست بلاير، هذا بينزل بس على الشاحنات يعني كذا مرة بعدنا ننزل مع بعض فيديو، بس شكله ساحب علينا انه بده ينزل معنا. المهم كل واحد اموره الخاصة ما لنا فيها. في سؤال بدي اساله، في هو بيلعب اسمه شيء اسمه طريق المنجم، شلون هذا بيتثبت؟ اللي بيعرف بالله عليكم يعني ايش بده مودات، ايش بده شغلات؟ والله العظيم شيء دوخه، كل ما ادخل بده مليون الف شغله، ما عم بفهم ايش اللي هو الشيء المطلوب منه بالضبط، عرفتوا شلون؟ فيا ريت بتشاركوني بمعلومات صحيحه ودقيقه، شو ودقيقه. طبعا يوم ما في قصه مع كلامكم قصه، لان بكره عم نسوق ونشارككم الافكار و... او 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 عم هي لو حب الحقيقه عم كنت انا زلت صرت افكي متت انا كان مو بس افكي، يعني عم نشارككم بمواضيع جدا مهمه ومثل ما يقول حيويه وجزاره. يعني في واحد يوتيوبر بعرفه كل يوم بيحكي مع متابعين اليوم بدنا ننزل شغله جديده. ايش بدك تعمل؟ بدنا ننزل كل يوم باليوم الواحد ننزل لكم فيديوهين تمام ستاند كوميدي، بعدين رد يوم تاني بعت لهم حيفضل نص ساعه بيتشارك معهم بس يسالهم سؤال مشان ايش انه بس ينزل فيديو تمام. طب انا ما راح اوصل له مثل حكايته، هو اساسا متمرس بهذا الموضوع، يعرف شلون بيجر الناس، يعرف شلون يحكي ويظبط اموره، يعني معلم مو مثل حكايتي انا هسه تقدر مش هتزعل. تمام، وهيك بنكون نحن بس قبل ما نفضي خلينا نطول وبس، بيكون هون صرنا نهايه الفيديو. شكرا لحسن المتابعه، شكرا لكم، انتظرونا في يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله بكره، بس رح تصير الساعه 7 بتوقيتي، بتوقيتكم الساعه 6، لاني عرفت انه في اختلاف بالساعه صار بيني وبينكم، نحن ما قدمنا الساعه، فلذلك انتظرونا ان شاء الله كل يوم نفس الوقت. باي باي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.